من الواضح أن نكتة نجيب ساويرس فيما يخص مظاهرة لبنان لم ولن تنتهي، وسيظل صداها يدوي في جميع الأوساط اللبنانية، حيث وقعت مشادة كلامية جديدة بين رجل الأعمال والإعلامية ليليان داود على تويتر بعد أن نشر نكتة تحمل إسقاطاً على مشاركة النساء في مظاهرة لبنان، لتفتح عليه مجموعة من الردود الاستنكارية أبرزها من الإعلامية ليليان التي قالت له عيب سقطة كبيرة للأسف، ورد عليها ساويرس حتى أنت يا بروتس عيب عليكي، ليتطول الأمر من مجرد نكتة ومسحة على تويتر إلى مشادة وتطول في الكلام واحتداد في الألفاظ تنتهي إلى قول أنت نكرة للجميل واتقي شر من أحسنت إليها. فتنحدر الإعلامية ليليان داود من عائلة إعلامية بارزة وهي لبنانية الأصل بريطانية الجنسية، حفيدة مؤسسي صحيفة الإهرام المصرية سليم وبشارة وتكلا، وحفيدة اللبناني جورجي زيدان الذي أسس دار الهلال، وحفيدة السيدة روزا اليوسف اللبنانية التي أسست مجلة روزا اليوسف وحصلت على ماجستير في الأنثروبولوجي ولم تدرس الإعلام، كانت بدايتها الإعلامية وهي في سن 13 من خلال إذاعات مدرسية وجامعية قضت 12 عاما في لندن، وكانت بدايتها عام 1999 حيث عملت معدة ومراسلة ثم مذيعة في قناتين بلندن ثم وكالة أسوشيتد بريس، والتحقت عام 2005 للعمل كمذيعة في القسم العربي بقناة الإذاعة البريطانية بي بي سي لمدة 6 سنوات.